فيديو النهاردة عن فكرة مشروع للشباب برأس مال صغير وأرباح شهرية 5000 جنيه. مشروع جميل جدا وأي شاب بيقدر يشتغل في المشروع ده. عايزك تسمع الفيديو ده لآخر دقيقة عشان تفهم كل حاجة عن المشروع النهاردة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بكم في فيديو جديد ومشروع جديد على قناة رضا حاتم. مشروع النهاردة للشباب مشروع سهل جدا برأس مال صغير. اي شاب يقدر يشتغل في مشروع النهاردة. ارباح شهرية ما شاء الله 5000 جنيه فيما اكبر، يعني ممكن اقل حد ادنى للربح ما شاء الله 5000 جنيه. مشروع جميل جدا وسهل جدا. مشروع النهاردة ناس كتير تعرف فكرة المشروع، بس المشكلة ان الناس ما تعرفش ارباح المشروع ده ايه. مشروع ارباحه جميله جدا والفكره سهله جدا وبسيطه. مشروع النهارده يا جماعه هو كشك الدفع الالكتروني. كشك الدفع الالكتروني من المشاريع الناجحه جدا. طبعا انت مستغرب الفكره او مستغرب ان في كشك اسمه كشك الدفع الالكتروني. كشك الدفع الالكتروني ده ما شاء الله ارباحه كويسه جدا، والتكاليف بتاعت الكشك تكاليف بسيطه جدا. هنتكلم النهارده عن كل شيء يختص بكشك الدفع الالكتروني من الالف للياء. اول حاجه هنتكلم عن خدمات المشروع. المشروع بيقدم خدمات ايه؟ تاني حاجة هقول لك تجيب الكشك اللي انت هتبدأ تفتحه المشروع ده هتجيب الكشك منين. تالت حاجة هقول لك الاوراق والتراخيص المطلوبة عشان تفتح الكشك ده. بعد كده هقول لك ازاي تجيب الماكينة اللي هي ماكينة الدفع الالكتروني، ازاي تجيب الماكينة واسعارها كام. اخر حاجة نتكلم فيها ارباح المشروع ان شاء الله. نمسك كده المشروع واحدة واحدة. بص يا جماعة انا معايا 3 اوراق للمشروع اهو، يعني عشان الناس اللي بيقول اي كلام. انا ربنا اللي يعلم انا بتعب قد ايه عشان اعمل مشروع، فحضرتك ياريت تدعمني بلايك قبل ما نبدأ في المشروع ان شاء الله. اول حاجة نتكلم عن ازاي الخدمات اللي بيقدمها المشروع او الخدمات اللي بيقدمها كشك الدفع الالكتروني. الشركات الدفع الالكتروني سهلت على المواطنين الدفع، يعني اللي كان بيدفع فواتير الكهرباء في مكان وفواتير الميه في مكان، دلوقتي يقدر يدفع كل الفواتير اللي تخصه من مكان واحد، من ماكينه واحده اللي هي ماكينه الدفع الالكتروني. الماكينه دي بتقدم خدمات ايه؟ اول حاجه الماكينه تقدر عندك دفع فواتير الكهرباء والميه والغاز والهواتف الارضيه. تاني حاجه شحن العدادات مسبقة الدفع. تالت حاجة دفع اشتراكات النت وشركات الاتصالات اللي هي الباقات بتاعت الناس. رابع حاجة المعاملات البنكية اللي هي المعاملات البنكية، تبعت فلوس لحد او تستقبل فلوس لحد. بعد كده خدمات المرور. الخدمات بتاعت المرور برضو من الماكينة دي، زي ايه؟ زي دفع التأمين، دفع المخالفات، دفع الترخيص، دفع الرسوم والضرائب الخاصة بالمرور. بعد كده دفع المصروفات المدرسية والمصروفات الجامعية. ما شاء الله الماكينة بتقدم خدمات كتيرة جدا. انا قلت لك بس بعض من الخدمات اللي المشروع ده هيبدأ يقدمها، او الكشك الدفع الالكتروني ده هيبدأ يقدمها للناس. بعد كده نتكلم في موقع المشروع او موقع كشك الدفع الالكتروني. واحد يقول لي طيب يا عم دلوقتي كل محل بقالة او كل محل سوبر ماركت في ماكينة دفع الكتروني، انا هعمل كشك ليه؟ طبعا الناس بتفضل الكشك الدفع الالكتروني عشان ده خاص بالدفع الالكتروني. اي حد عنده ماكينة دفع الكتروني مثلا في سوبر ماركت او في محل بقالة بيبقى عنده زباين كتير، فالناس بتاخد وقت على بال ما بتدفع الفواتير، وممكن يحصل لخبطة في دفع الفواتير، فالناس بتفضل الكشك اللي هو كشك الدفع الالكتروني عشان ده خاص بالدفع الالكتروني. فحتة ان في محل بقالة او سوبر ماركت في ماكينة دفع الالكتروني ما تشغلش بالك بالحتة دي نهائي، والارزاق الاول والاخر الارزاق على الله، تمام؟ بس لو في كشك دفع الكتروني فاتح في نفس المكان ما تفتحش في المكان اللي هو موجود فيه. المكان اللي احنا عايزينه بمساحة 4 متر مكعب، يعني 2 في 2 متر. موقع المشروع لازم ان يكون في منطقة مزدحمة، منطقة مكتظة بالسكان. طبعا الحاجات دي عارفينها في اي مشروع، ان لازم موقع المشروع يكون موقع تجاري، موقع مزدحم. الكلام ده بيساعد في نجاح المشروع. قلنا المساحة اللي احنا عايزينها 4 متر مكعب. طيب المساحة دي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون محل صغير، تأجر محل صغير. طب انت ما لقيتش محل، بتشوف اي ارض خاصة بحد وتبدأ تاخد منه 4 متر مكعب وتحط عليه الكشك. ما لقيتش ارض مخصصة، ممكن تاخد انت مكان من الحي التابع ليك
تقول لهم انا هأجر المكان ده. فعلا ممكن تأجر مكان من الحي التابع ليك وتحط فيه الكشك وبتدفع ايجار كل شهر للحي التابع ليك. كيفية الحصول على الكشك؟ انا لقيت المكان اللي هحط فيه كشك الدفع الالكتروني، ازاي هجيب الكشك او هجيب الكشك منين؟ طبعا الكشك ممكن تجيبه من شركات تجارة الاكشاك التجارية، في شركات بتصنع الاكشاك دي، او ممكن تجيبه او ممكن تعمله عند ورشة نجارة، بتروح لأي نجار ويعمل لك ايه كشك، او ممكن تجيبه من على موقع اوليكس وبيبقى سعره حوالي 1500 جنيه مستعمل. الطريقة الاخيرة عشان تجيب كشك الدفع الالكتروني، ممكن تروح لأي شركة فايبر جلاس ويخلوهم يعملوا لك كشك خاص بيك. طبعا انا دخلت على الشركات اللي هي الفايبر جلاس دي على الفيسبوك ولقيت ما شاء الله عندهم برضو كمية اكشاك وحاجات كتير جدا من الفايبر يقدر يصنعوها لك. فدي الطريقة اللي انت تقدر تجيب بها كشك، والكشك بيبقى سعره حوالي 1500 جنيه حسب المواد المصنعة للكشك. بعد كده ازاي اجيب ماكينة الدفع الالكتروني؟ طبعا انا جبت الكشك واخترت الموقع وجبت الكشك، اجيب ماكينة الدفع الالكتروني ازاي؟ عشان تجيب ماكينة الدفع الالكتروني بيبقى فيه تراخيص وبيبقى فيه اوراق. التراخيص دي اول حاجة منها ايه؟ اول حاجة البطاقة الضريبية. حضرتك بتروح تعمل بطاقة ضريبية، بتاخد البطاقة، صورة البطاقة الشخصية بتاعتك، وبتاخد عقد الايجار او عقد الملكية، وبتاخد وصل نور او وصل كهرباء يعني، وبتروح على مكتب الضرايب وبتعمل بطاقة ضريبية. بعد كده بعد ما بتاخد البطاقة الضريبية وتاخد الاوراق اللي انا قلت لك عليها دي كلها، تروح على مكتب السجل التجاري وبتعمل هناك سجل تجاري لك. تمام؟ دي الاوراق المطلوبة عشان نبدأ نقدم على طلب للماكينة اللي احنا عايزينها. طيب الماكينة دي في شركات مختلفة للدفع الالكتروني، في شركات كتيرة جدا للدفع الالكتروني، اختار انهي شركة؟ في شركات زي شركة فوري وشركة امان وشركة مصاري وفي شركات كتيرة تانية. افضل شركة اللي هي اكتر شركة بتتعامل مع الجهات الحكومية، اللي هي ايه بمعنى اصح؟ اللي هي شركة فوري، والماكينة اللي احنا عايزينها ماكينة فوري. طيب احصل على ماكينة فوري ازاي؟ بتروح اول حاجة للوكلاء المعتمدين اللي موجودين في المدينة بتاعتك. طب الوكلاء المعتمدين دول زي ايه؟ زي بنك اسكندرية، البنك العربي الافريقي، وفي شركة اسمها شركة راية. طب انا مش عارف الاماكن، بتتصل على الرقم اللي موجود قدامك على الشاشة ده، والرقم ده بيقولوا لك اقرب وكيل معتمد لك، بتروح تقدم الاوراق دي كلها وبتقول له انا عايز ماكينة فوري. طب الماكينة الفوري اللي انت بتجيبها دي بيبقى سعرها كام؟ بيبقى سعرها لو انت هتجيبها كاش سعرها 2000 جنيه، ممكن تجيبها ايجار. ايجار يعني ايه؟ تشتريها ب 500 جنيه بس مش ملكك، مش هتبقى ملكك، هتبقى انت مأجرها من الشركة دي، وقت ما يعوزوها ياخدوها بس انت تدفع 500 جنيه. فانا افضل لك اللي انت تجيبها كاش بدل ما تدفع 500 جنيه ومش هتبقى ملكك. تمام؟ دي بالنسبة لماكينة الدفع الالكتروني. اخر حاجة نتكلم فيها بقى عشان نختم فيديو النهاردة، اللي هو ارباح المشروع. ارباح المشروع دلوقتي يا عم رضا، انت قلت لي على الكشك وعلى الماكينة واجيب الماكينة ازاي، ارباح المشروع ايه بقى؟ دلوقتي بتقول لي اكسب 5000 جنيه شهريا. ماكينة الدفع الالكتروني يا جماعة، كل معاملة انت بتعملها على الماكينة، يعني دفع فاتورة كهرباء، دفع فاتورة مية، دفع فاتورة نت، المعاملات دي بتكسب فيها من 2 جنيه الى 5 جنيه، متوسط ربحك في المعاملة الواحدة 4 جنيه، ما شاء الله الناس بتكسب من الماكينة كده 4 جنيه، في ناس تانية بتضرب السوق وبتكسب 2 جنيه، كل واحد بيبقى حر في ماله، تمام؟ لما في ناس بتكسب 4 جنيه، لو حضرتك عملت 50 معاملة، لو حضرتك عملت 50 معاملة في اليوم في 4 جنيه ب 200 جنيه يوميا ما شاء الله، اي 6000 جنيه شهريا. 6000 جنيه شهريا بتطلع 1000 جنيه مثلا ايجار او اي حاجة، وبيبقى معك 5000 جنيه ربحك من المشروع ده. مشروع جميل جدا وسهل جدا للشباب، اي شاب بيقدر يشتغل في المشروع ده. اشوفكم في فيديو جديد ومشروع جديد على قناة رضا حاتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.